التحول الديموغرافي. مفهوم التحول الديموغرافي: التباطؤ الشديد في وتيرة النمو السكاني الذي تشهده البلدان المتقدمة بعد أن عرفت تزايدا كبيرا في عدد سكانها خلال القرنين الماضيين. وهذا ما دفع علماء السكان إلى ابتكار نموذج التحول الديموغرافي. تعريف نموذج التحول الديموغرافي: هو نموذج نظري يسعى إلى تفسير تطور السكان عبر التاريخ. مراحل التحول الديموغرافي: المرحلة التي سبقت التحول الديموغرافي النظام الديموغرافي التقليدي، ويكون فيها معدل المواليد مرتفع، معدل الوفيات مرتفع، معدل النمو السكاني بطيء، وهي مرحلة تجاوزتها حالياً أكثر بلدان العالم. مرحلة التحول الديموغرافي وتشتمل ثلاث فترات: هي الفترة الأولى ويكون معدل المواليد فيها مرتفع، معدل الوفيات منخفض، معدل النمو السكاني مرتفع، ويرتبط انخفاض مستوى الوفيات بجملة من التغيرات مثل التحسن في الأوضاع الغذائية بالإضافة إلى التقدم الصحي. الفترة الثانية ويكون فيها معدل المواليد منخفض، معدل الوفيات منخفض، معدل النمو السكاني منخفض. الفترة الثالثة يكون فيها معدل المواليد منخفض، معدل الوفيات منخفض، معدل النمو السكاني منخفض جدا، ويرتبط انخفاض معدل المواليد بجملة من التغيرات منها ارتفاع مستوى التعليم وانخراط المرأة في النشاط الاقتصادي وتغير بنية العائلة. المرحلة التالية للتحول الديموغرافي النظام الديموغرافي الحديث، وفيها يكون معدل المواليد مساويا لمعدل الوفيات، وعليه فإن معدل النمو الطبيعي للسكان يصبح بطيئا جدا ومساويا تقريبا لمعدل النمو خلال المرحلة التي سبقت التحول الديموغرافي. أهمية نموذج التحول الديموغرافي: تتضح أهمية نموذج التحول الديموغرافي بكونه أولا يسمح بمقارنة أوضاع ديموغرافية مختلفة، ثانيا يوضح الفوارق بين الوضع الديموغرافي للبلدان المتقدمة والبلدان النامية، ثالثا يوضح الفوارق بين البلدان والأقاليم في فترات مختلفة. الملخص: التحول الديموغرافي، نموذج التحول، تعريف، أهمية النموذج، مراحل التحول، الفترة الأولى، الفترة الثانية، الفترة الثالثة.